السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد في الدرس 39، درس مهم جدا وكلمة مهمة ورائعة جدا. Among هيا نكتشف أسرار هذه الكلمة. Get ready, write all of phrases, so you need a notebook, a pencil, just 2 minutes, and repeat after me 5 times aloudly. كرر خلف العبارات بصوت مرتفع حتى تتقنها باللفظ الصحيح. أما الآن اضغط على إعجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس. التكرار أم المهارات، لذا ضروري أن تراجع هذا الدرس عدة مرات حتى تتقنه بشكل جيد وتتمكن من حفظ جميع العبارات والكلمات الجديدة. Among لديها مجموعة من المعاني. كلمة among بين أو من بين، فيما بين، في أو وسط. نأخذ أمثلة على كلمة among. She was chosen from among a total of 28 entrants. ما معنى هذه الجملة؟ She was chosen، هي كانت مختارة أو تم اختيارها، from among، من بين a total، من بين مجموع، of 28 28 entrants، متنافسين أو مشتركين. متنافس أو مشترك. She was chosen from among، من بين، a total، مجموع، of 28 entrants، مشترك. المثال الآخر. I count him among my friends. أنا أحسبه بين أصدقائي. I count him among my friends. المثال الثالث. She was always، هي كانت دائما، always كما مر علينا سابقا في الدرس 38. She was always among the best. She was always among the best. هي كانت دائما among the best. شاهد كلمة always في الدرس 38 واكتشف أسرار كلمة always وطبق عليها بعض الجمل هناك إن شاء الله. أيضا كانت دائما من بين الأفضل. She was always among the best. فلنكررها معا. She was always among the best. أحسنت. مرادفات كلمة among: between بين أو ما بين، through عبر أو من خلال، within ضمن. تأتي أيضا مرادفة لكلمة among. in في، وتأتي أيضا أحيانا بمعنى في. حاول الآن أن تكتب جملة تستخدم فيها هذه الكلمة وهي كلمة among. لا بأس أن تكتب جملة قد مرت علينا في هذا الدرس حتى تتقنها بشكل جيد. حاول أن تجلس وتختبر نفسك الآن واكتب جملة مما مر علينا سابقا. وإذا كنت تواجه بعض الصعوبات ارجع راجع الدرس مرة ثانية وانظر إلى الأمثلة وحاول أن تكرر هذه الأمثلة من كلمات وجمل من عندك مستخدمة فيها كلمة among. شكرا لكم على المتابعة واستمروا بالمثابرة باللغة الإنجليزية، فالتكرار شيء مهم جدا لإتقان الإنجليزية، لذا أنصحكم بالتكرار والتكرار والتكرار حتى تتقنوها. استمروا بالمثابرة.